إلى واشنطن وخالد خيري من هناك. خالد، يعني هناك الكثير كما أسلفنا من عدم التفاؤل في الشارع الأمريكي، في الأوساط السياسية، في الأوساط الإعلامية. ترامب غرد في طريقه أو بعد أن وصل إلى هلسنكي، قال بأن زعماء الناتو أرسلوا له رسائل تهنئة وشكروه على ما قام به من تقريب في وجهة النظر، ويعني قال بأن هذه القمة لم تغطى من قبل الإعلام بشكل جيد. ليس هناك الكثير من التكهنات لدى وسائل الإعلام، ولكن هل من توقعات من قبل المحللين السياسيين في واشنطن عن ما الذي من الممكن أن يقال في هذه القمة؟ نعم محمد، يعني مبدئيا هو ترامب أراد عبر نشر هذه التغريدة أن يظهر للعالم وللداخل الأمريكي أن قادة الناتو ممتنون للجهود التي يبذلها من أجل تطوير منظومة الدفاع في الناتو وتوسيع قاعدة الاشتراك خاصة بضم دول أخرى. فيما يتعلق بردود الفعل هنا في الولايات المتحدة الأمريكية والرؤية الأمريكية بشكل عام لهذه القمة، يعني هناك سياسيون كثر في الولايات المتحدة وأيضا مشرعون ممن يعارضون عقد هذه القمة في هذا التوقيت الذي تشهد فيه العلاقات توترا بالغا، ولكن الهدف الآن أصبح هو تغيير السلوك الروسي تجاه الملفات الدولية وتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. معظم أساسا هنا في الولايات المتحدة يقولون إن الهدف من عقد هذه القمة ليس أن تزداد العلاقة بين بوتين وترامب قوة، ولكن أن تغير الولايات المتحدة من السلوك الروسي. هذا هو الهدف حاليا من هذه القمة. وربما أضاف ضيفك جزئية مهمة، هو أن يعني الملف الأقرب تفاهما هو الملف السوري في ظل التفاهمات التي ظهرت على السطح في الآونة الأخيرة. طيب، يعني بينما نتحدث خالد نشاهد هذه اللقطات التي تأتينا من داخل القاعة التي ستضم الزعيمين الروسي والأمريكي بعد قليل يعني الإجابة على تساؤلات الصحفيين الذين كما أشارت الزميلة لينا أشارت إلى أن عددهم سيكون محدودا، تم السماح لعدد قليل فقط منهم في التواجد أو بالدخول لهذه القاعة. خالد، يعني أيضا كانت هناك أو يعني لنتحدث حول مسألة ماذا لو تم يعني إثبات التهم التي يعني وجهت ل12 ضابطا الروس، تمت إدانة روسيا بشكل أو بآخر، هل من تشريع أو طريقة ما لتحجيم سلطات الرئيس فيما يتعلق بالتفاوض أو التعاون أو عقد اللقاءات وما إلى ذلك مع جهات تتهم بأنها معادية للولايات المتحدة؟ لا، هذا مستبعد تماما. يعني وفقا لصلاحيات الرئيس هو من حقه أن يعقد لقاءات أو قمم مع من يشاء من قادة العالم، ورأينا أنه التقى بزعيم كوريا الشمالية وهو يعتبر أيضا عدوا للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن يعني الداخل الأمريكي حتى هذه الاتهامات التي وجهت للضباط الروس لم تقدم الولايات المتحدة، وزارة العدل لم تقدم الأدلة التي تثبت تورط هؤلاء الروس في التدخل في الشؤون الداخلية والانتخابات وسرقة بيانات مهمة من الحزب الديمقراطي أو من هيلاري كلينتون. وبالتالي هناك ضغط على الرئيس الأمريكي في ظل هذه الأحداث، ونتوقع أن يكون المؤتمر الصحفي يعني أسئلة كثيرة ستوجه لبوتين ولترامب حول هذه القضية بالذات التي ستطغى على هذا المؤتمر الصحفي. كما علمنا كثير من الصحفيين يتوعدون ترامب وبوتين في هذا الصدد. أيضا دونالد ترامب يعني كما علمنا أنه سيحاول إظهار أنه يعني ضغط على الرئيس الروسي بعدم فعل ذلك مرة أخرى إذا كان قد أقدم، لأننا نعلم جميعا أن الرئيس الروسي ينفي تماما التدخل في الشؤون الداخلية الأمريكية. بشكل عام ضغوط أمريكية كبيرة على الرئيس ترامب في هذه القمة التي تأتي وسط تكهنات بعدم إحرازها لأي تقدم على أي صعيد، ربما باستثناء الصعيد السوري.